الصف الرابع المدرسة الفوق. أول شي كانت المدرسة ما حلوة، كانت الحيطان وسخة، المقاعد كانت وسخة، ولما صار الزلزال اتهدت الحيطان من انهدت. أنا اسمي ليلاس، ليلى كبارة، من مدرسة الفوز صف الثالث وحلقة أولى. كانت ما حلوة، وضع مو حلو كمان، أزاي زي بالزلزال، واللوح كان وضع كتير مأزي مو حلو يعني. عجبتني كلياتها الباحة، صار عنا مقاعد الباحة منعود علي، صار فيها أفكار كتير صرت مبسوطة. أنا جديدة على المدرسة، لقيتها ألوانها بتجنن وحلوة كتير لونها، المقاعد ما أحلى لونها. جيت على المدرسة كنت هيك كتير انبسطت، بدي أعيد تعليمي سكر حلو كتير تسلمي.